طبعا الناس كلها عارفه اهميه الماتش الجاي، طبعا نهائي الكونفدراليه طبعا بيمثل لنا حاجه كبيره، وخاصه ان الماتش عندنا في ملعبنا. كل الناس شافت طبعا النتيجه الاولانيه اللي حصلت في المغرب. باذن الله يعني نقدر نصحح الاخطاء اللي احنا ارتكبناها في الماتش اللي فات، وباذن الله ربنا يكرمنا في الماتش العوده وناخد البطوله في ملعبنا ان شاء الله. رؤى، يعني الناس شافت نتيجه الذهاب 2-1، البعض مستسهل الامر، طبعا ما فيش في النهايه حاجه اسمها سهل، ولكن انتوا كلاعيبه ازاي بتبصوا للامر دوت؟ وحاجه ثانيه، خناقه الجمهور على ان كله يكون موجود في الاستاد، شايفين الامر ده ازاي؟ بص، احنا بنلعب في نادي كبير، ودايما النادي الكبير زي نادي الزمالك اي ماتش بيدخله بيبقى حاطط عينه ان هو يكسب. الماتش اللي فات احنا خسرنا 2-1 في المغرب، الماتش دوت احنا خلاص احنا قفلنا صفحه الماتش اللي فات، ودلوقتي احنا هنلعب كل البطوله عباره عن ماتش واحد اللي هو جاي يوم الاحد ان شاء الله. كل اللعيبه بتتكلم وكل اللعيبه عارفه اهميه الماتش، وكلنا مركزين وداخلين الماتش باذن الله من البدايه ان احنا نقدر نحسمهم بدري ان شاء الله. ان شاء الله وجود الجماهير والتكدس الجماهيري اللي بيبقوا عايزين يكونوا موجودين في الاستاد دي حاجه طبعا تفرحنا، دايما احنا متعودين ان جمهورنا دايما في ظهرنا ودايما معانا في كل الماتشات، وخاصه في ماتش زي دوت يعني ربنا باذن الله يجعله من نصيبنا ونقدر نفرح الجمهور اللي هيجي ورانا، وباذن الله هنقدر نفرحهم وكلنا نحتفل بالبطوله ان شاء الله في الملعب باذن الله. كلام المدير الفني ليكم بعد المباراه اللي فاتت واستعداداتكم للمباراه الحاليه؟ طبعا بعد الماتش اللي فات طبعا احنا ما كناش راضيين بنتيجه، حتى لو احنا بنلعب بره ارضنا، احنا برده نادي الزمالك واي ماتش بنلعبه سواء جوه ارضنا او بره ارضنا بيبقى اهم حاجه عندنا ان احنا نكسب الماتش. طبعا بعد الماتش ما خلص احنا خلاص قفلنا الصفحه والماتش خلص 2-1. النتيجه زي ما انا قلت قبل كده النتيجه مش كويسه، ومش هتريحنا في الماتش العوده، لان ممكن معظم الناس شايفه ان احنا لما نجيب جون خلاص احنا كده خدنا البطوله. لا، الماتش مش هيبقى سهل، وده اللي كل اللعيبه عارفاه ان احنا لازم ندخل من اول الماتش كلنا مركزين، وان شاء الله باذن الله نقدر نحقق البطوله. لاعب خبره زيك بتقولوا ايه للعيبه اللي موجوده معاك؟ كل اللعيبه مش انا بس، والله كل اللعيبه الكبيره اللي موجوده في الفرقه، كابتن شيكا وكل كابتن الفرقه كابتن عمر وكابتن عبد الشافي وأوباما، كل اللعيبه اللي موجوده وكابتن الفرقه بيتكلموا طبعا مع اللعيبه اللي هم كمان، خاصه ان هم لسه جايين نادي الزمالك، ان البطوله زي دي بطوله مهمه جدا انها تدخل طبعا خزينه النادي، وكل واحد اسمه هيبقى طبعا مكتوب بالحروف من ذهب ان هو هيبقى موجود في البطوله دي. فربنا يكرمنا ان شاء الله في البطوله وفي الماتش بتاع يوم الاحد ونقدر ناخد البطوله ان شاء الله. على ذكر شيكا رؤى، انت شيكا غايب، مصطفى شلبي احتمال ما يكونش موجود، الزناري الغيابات دي شايفها ازاي برضو، خاصه ان القائمه الافريقيه مش بنفس يعني مش بنفس قوه القائمه المحليه، في لعيبه مش مقيده فيها؟ اكيد طبعا الغيابات كلها طبعا اللي هتبقى موجوده هتبقى مؤثره. انت حضرتك بتتكلم برضو في كابتن شيكا مثلا، ولو شلبي مش موجود او الزناري مش موجود، طبعا غيابات مؤثره. وحضرتك زي ما انت لسه قايل دلوقتي ان السكواد اللي في القائمه الافريقيه مش كتير ومش كبير، بس انا اقدر اقول لك ان بقيه اللعيبه اللي هتبقى موجوده في القائمه وكل اللعيبه اللي هتبقى موجوده في الماتش كلهم ان شاء الله باذن الله هيبذلوا اقصى جهد وهيقدروا باذن الله نكسب الماتش ان شاء الله. الزمالك اللي هيكون موجود من اول دقيقه، عايزين نقول لهم يعني احنا عارفين ان انتوا خدتوا كل التذاكر، وان شاء الله باذن الله هتملوا الاستاد. احنا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى هنقدر هنبذل اقصى جهد لينا في الملعب، وباذن الله نوعدكم ان البطوله تبقى من نادي الزمالك ان شاء الله.